تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا من تعودتم على تلاوه القران والنظر في المصحف داوموا على تلاوه كلام ربكم اجعلوا لكم نصيبا يوميا تقرؤون فيه من القران ما تيسر بحيث لا يمر الشهر على المسلم الا وقد ختم القران هذا على الاقل والا من السلف من يختم القران في كل عشر في صلاه الليل ومنهم من يختمه في كل سبع في صلاه الليل دائما وابدا ومنهم من يختمه في كل ثلاث ليال في صلاه الليل بل منهم من يختمه في ليله واحده في صلاه الليل كعثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا يقومون الليل ولا ينامون منه الا قليلا ولكن لسنا مثلهم لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد ولكن ناخذ نصيبا ولو قليلا من الليل نداوم عليه ونتعود عليه وفيه الخير الكثير